البطاطا نسخرت ما تيجيش 240 البطاطا 1000 فرنك، الربيع كاين 260، البصله 240 240، كل شيء غالي، القراكرة من 400 300، اللفت 200 300، كل حاجه ونلغلا بزاف، ما كاينش شي حاجه رخيصه وتقول من الطرف. الواحد اللي ما عندوش 4000 و5000 كاع اللي يتسوق كاع ما يخرج بدارو، لا هذيك مول 1000 ريال ولا مول 2000 غير كاع ما يخرج، ما كاين لا دعم لا والو، ما عطاونا حتى حاجه حنا حتى حاجه ما شديناها. المهم الخداره اللي ما عاد خدامش في المخزون وعادوا شي مده زوينه غير يمشي يطيح يطلعها في البحر. الخضره غاليه دابا في الممشي في المغرب كامل، الخضره غاليه حيت قليله عند الفلاح قليله، والوسيط يزيد يكمل التصدير كاين في الخضره، خصوصا البطاطا دابا التصدير افريقي. المواطن دابا تيجي عندك تقول له شي ثمن تيدوخ تيتلف، حنا تنحشمو نقول له شي ثمن. البطاطا دابا دايره 7 درهم في المارشي جمله، تجي تبيعها ب 180 ريال شنو فيها؟ يعني تقريبا نص فيها ديش الزرقاء المهرسه شحال من حاجه تنقي فيها. الجلبانه 260 ريال بالجمله 240 ضاربه الجريحه كلها بيضة. المواطن دابا تيعاني، الدرع 25000 فرنك 10 درهم جمله، تجي تقول بنادم 300 240 ريال تيحشم منك، تحشم تقول له شي ثمن. هذا في البلاد نجا الخيار دايرين 7 درهم 7 درهم بالجمله، تجي تقول بنادم هنا 9 درهم تيبقى غايشوف فيك. ما طيش 10 درهم الجلبانة، 10 درهم البصلة، 10 درهم جملة، نصها زبل نصها تتلع، عاد توجه من الفوق نصها تتلع. انت تقول للمواطن شي ثمن تيتلف، وهادي خلاصة القول ان هادي غير سلعة الماء، راه اليوم دايرة 10 درهم غدا غتصبح 40 ريال. المواطن خصو يشوف الحاجة اللي ثابتة في الثمن ديالها، الزيت السكر البوطاق شي حوايج ثابتين، اما هادي راه اليوم دايرة 10 درهم غدا تصبح 40 ريال. اسعار خياليه هذا هو اللي كاين، الانسان كيضطر باش ما غادي يدخل للسوق بحال هكا يرجع بحال سخاوي، ما عنده ما ياخذ. بالنسبه ل 200 درهم ما عندها ما دير، هذا هو المشكل، يعني اي حاجه كتما تزاد فيها تقريبا ثلاث اضعاف ديال داك الشيء اللي كنا كنعرفوا شحال هذا. لان دابا هاد الاسعار هذه اللي كان خياليه بالضبط، وما نعرف نتمناو من الله خير وصافي، كاين شي تدخل ديال الدوله بحال هكا يعاونوا هاد الناس هادو يشوفوا حالتهم. يعني بالنسبه للترونسبور وكنظن على انه هذا الترونسبور اللي كيهضروا عليه بزاف، هذا المازوط وهذا الشيء هذا ديال الطاقه باش كيوصلوا هذا الشيء هذا، يعني زادوا فيه بزاف، يعني هادشي زايد يعني حشومه. كنت نجي للمارشي كنلقى ديك البطاطا رخيصه مهرسه، كنلقى مطيشه مهرسه، دابا ديك البطاطا المهرسه ومطيشه المهرسه كنلقاها ب 6 درهم 7 درهم، كنظن في المارشي كنت منغدى بحالاتي. كتقهرني ملي تندير كاع اقل حاجه كندير ربعه ديال العدس خصها مطيشه، انا خارجه نتسارع عليها في المارشي واش نلقاها ولا ما نلقاهاش. هاد الغله راه قهرنا بصراحه، والله تقهرنا، اللي دخلناه اللي صورناه ما بقى كيقدنا. كاين ارتفاع في الاسعار في هاد الفتره هادي، ولكن هذا الارتفاع ديال الاسعار ما عرفناش حنايا شنو هو السبب ديالو، فهمتيني؟ حنا سبحان الله العظيم كمغاربه مولفين بالازمات وكنتاقلموا مع الازمات. هذا الارتفاع ديال الاسعار ما كانش حتى في ظل الجائحه، ابان الجائحه ديال كورونا ما كانش هذا الارتفاع ديال الاسعار. نقولوا بان البصله هذا الوقت هذا كتقلال فيه فعلا، كيرتفع الثمن ديالها، فهمتيني؟ كيرتفع الثمن ديالها، كيقدر يوصل حتى ل 8 درهم 7 درهم، ولكن باش يوصل 13 درهم 14 درهم، والسلعه السلعه غير نص السلعه، فهمتيني؟ السلعه ما خضعاش للجوده وما خضعاش للمعايير ديال السلعه. بحال البارح تفرجنا في الاخبار وشفنا بان لجان اللي هي جات من العماله ودخلت للمارشي ديال الكرو، فهمتيني؟ ولكن قاموا تجار بالتمويه ديال هذه اللجنه، لان هذاك التاجر ماشي فلاح، هو ديجا شرا من عند الفلاح.